نتابع هذه الأمسية الخاصة مع الممثل ومقدم البرامج وسام حنا. أهلا وسهلا فيك وسام. يسعد لي مساك وصباحك. شغل الدنيا صار لك داني. عملت ثورة بحد الثورة إذا فينا نقول. لا أنا بقلب الثورة. طيب وسام كنت تمثل تقدم برامج ألعاب تعرض أزياء. شو اللي عملك ثائر؟ اللي عملني ثائر أول شيء أنا بدي أقول لك شيء أنا إذا هلا أنا معك لأنه أنا ممثل ما بدي أكون ممثل. نعم. وإذا أنا نزلت على الشارع لأنه ممثل أنا ما نزلت أنا لو مدني من ممثل كنت بضل ببيتي وبعمل برستيجي لأنه بتعرف اليوم كل ما تكون نجم وبعيد عن الناس كل ما بتحافظ على نجوميتك أكثر مثل ما بيعملوا البقية. أنا نزلت على الشارع لأنه بدي أحس بوطني. أنا من أنا وصغير لليوم بسمع إنه كيف الناس بتحب بلادها كيف الناس بتحب لبنان ما حبيت ولا مرة للبنان. كل ما سافر على بلد بلاقي حتى بمدارسنا ما علمونا شو تغير بالجمعتين؟ حبيت لبنان حبيت هذا البلد اللي عايش فيه وصار عندي أمل فيه صار عندي أمل إنه أنا هيدا البلد يلي ولا مرة أملنا فيه لأنه ربينا فيه بحروب وربينا فيه مع حكام زعران وربينا فيه بنظام طائفي بشع وعطول منحلم نقعد بدول أجنبية. لأول مرة بحياتي أنا حسيت إنه لا بلدي هو بلد وبلدي فيني عيش فيه. ده جاي هيدا الأمل من إجا ما بعرف. أنا كل الوقت عم بشتغل وعم مثل. شفت كنت عم قاعد بالبيت عم تحضر على التلفزيون قررت لا تنزل. مش مزبوط. أنا بدي خبرك شيء. أنا هيدا الشيء من 3 أسابيع قبل الثورة 4 أسابيع الخطاب المتعالي عند النواب والوزراء وطريقة حكيهم مع الناس كانت مستفزة. يعني بلشت أكتر شيء احتديت لما شفت ولد عم يبكي قبل ليلة الامتحانات ما بده يخلوه يعمل امتحاناته. هون عرفت انه بلادنا رايحة على الخراب. ولد بده يعمل فحص وزير اذا لو انا وزير محله لهذا الولد كنت بنجحه بدون ما يعمل فحص. ولد واقف عم بيبكي بده يعمل فحص هيدي وين بتشوفها بالعالم. عرفت انه في الفساد بلش يوصل لأوجه وصارت تزيد القصص لو وصلنا لوزير عم بيقلنا ما تسمعونا صوتكم. نسيتها لهالعبارة اللي هي من النزية لليوم. أنا ما سمعت حدا بيقول لشعبه ما تسمعونا صوتكم. نكفي 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 حرقولنا قلبنا على لبنان. قالي لي مشهد الحرايق شو صار؟ العالم كلها كانت محروقة على هيدا البلد شو عم بصير وبنص دين قلب الحرايق اللي نزلوا الدفاع المدني وناس والهمة كانت الدولة كلها واقفة عم تتفرج. ولك وقت حرقوا نوتردام دو باري بليلتها الأرشي ملياردارية حركوا حالهم ولك ما شفت واحد طلع على التلفزيون. شفنا واحد سوري طلعت برا ولك ما حدا من هول المحشيين مصاري السائقين البلد طلع قال خدوا هوا صرنا نلم من بعضنا لنروح نشوف نساعد العالم اللي احترقوا بيوتها. وسام انت بمشاركتك بهالثورة رحت لبعيد شوي وين لبعيد؟ اعتبروا حتى زملائك يمكن الممثلين انه رحت بخطابك لبعيد. زملاء الممثل بدك نفضح هيك مع انه انا قايل ما بدي افضح. قول بدك ما بدي احكي. لا ما نحكي نص زملاء الممثلين ونص الناس اللي انا اصلا بعدت هن عم يحفظوا خط الرجعه حبيبي. مع مين؟ وانا انزل على ثوره وعرض حياتي للخطر وعرض عائلتي للخطر ومآمن انه بلحظة من اللحظات هيدي السلطة بدها ترجع تحكمنا. ما بدي اياها هيدي الثورة. يا بدي انزل على ثورة انا وآمن انه هيدي الثورة واصلة للآخر واصلة هيدي الجلجلة اللي نحن عايشين عليها هيدا الصليب اللي نحن عايشين عليه بدي وصلني للقيامة بلاها. لكن ضل قاعد ببيتي منا مسحة. نحن منا عم نعمل مسرحية ممثلين استاذ داني استاذ داني نعم. ما بدي احكي عن حدا. أوكي. انا لما بدي اطلع على المسارح بين طرابلس وصورة أعمل غناني وغني ماني عامل مسرحية أنا قلو فيها على الطرقات وأعمل أغاني. نازل عم بعرض حياتي للخطر نازل عم بعرض كاريرتي وأنا أنا اليوم في كتير محطات ما بقى بتستقبلني. أنا اليوم جمهور طويل عريض ما بدي أقول شو هو ما بقى بيحكي معي وما بقى يتعاطى معي وبيسبني للنهار وبيسب أهلي. يعني أنا يومين ثلاثة خلينا نحكي عن صار يعني أنا عرضت حالي وكاريرتي وكل صح. كل الخطر عم بحكيك قلت لي بدي سرب بالليل عتلين هم سرب أكيد بالليل أكيد ليه معرض أنا مضطر أنت عم تشوف المسبات وشو بدنا نعمل فيك وشو بدنا نسوي. أنا زلمة من أنا مزوق زلمة آدم ابن عائلي ماني معود لهيدي الحركات. أنا نزلت مثل كل هالناس عم طالب شايف ولك إذا شفنا كلب عم يتقوص على الطريق منزعل.
عم شوف اخواتنا مدبوحين قدام عيوننا ما بدنا نزعل. بعدين انا خيي انا زلمه مرتاح وعم بشتغل ايه، بس انا عندي ثلاث اخوه بالبيت مش عم بيشتغلوا. انا اليوم صحيح عم بشتغل ومرتاح وضع منيح، بس اليوم اي تدهور بالليره اللبنانيه منفوت كلنا بالحيطان، معنا مصاري ولا ما معنا مصاري، كلنا موجوعين. ما حدا يقول هيدا عم مثل وهيدا شايف حاله وهيدا مدري شو هيدا مدري شو، كلنا موجوعين عم نشوفهم قدام عيوننا، منروح منسهر معهم منسافر معهم منشوفك وين عم بيسهروا وين 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 مصرياتهم وبطريقه عيشهم قدام عيوننا. بس ليه فجأة وعيت على هالاشياء؟ ماني ممكن تقعد مع سياسيين ونشروا لك صور مع سياسيين وانت نشرت ايه؟ لانه انا بطبيعتي ليش فجأة انطفت على كل هيدا الواقع؟ لانه قلت لك انه لانه مثل بيقولوا اجت قوة سبحان الخلق، ما بعرف شو هالقوة اللي اجت لكلها للنسوان اجت القوة، ما رح تجي قوة لإلي؟ أنت شايف منظر النسوان بالثورة اللبنانية؟ يعني بتستحي من حالك، يعني هذا اللي قاعد ببيته بيستحي من حاله. أنا ما بزعل من كمية الشتائم اللي تعرضت لها، بتعرف من كل الشتائم اللي تعرضت لها ما زعلت، حتى اليوم في واحد من منطقة من جزين بالتحديد اللي هو كتب عني شيء كتير بشع وتسرب، عم بتواصل لا اعرف ليه هالشخص كتب عني هيك، ما عم بفهم ما عم بستوعب، يعني انا لا بعرف كل اللي عم ينكتب عني ولا طلع انه هيدا الزلمه مطيركته مرته وكان بده ام النور واهله عم يترجوني انه عنده بالاعصاب واخوات ومجنون وكذا. اوكي ما زعلت، قلت خلص اخي يلا الله يسامحه. بس تعرف مين زعلني؟ زعلني استاذ لإلي كان يعلمني بالثانويه من بطن نصار، اسمه ادمان نصار، كتب عني كلام كثير بشع، هذا استاذي بتذكره كتير منيح. بدل ما هذا الاستاذ يكون فخور انه الان قال هذا كنت استاذ، وبدل ما يكون استاذ فخور انه ربى هيك شخص. انا اليوم لما بلادنا تتحرر من الفساد مش انا بس بدي اعيش ببحبوحه وبطمانينه وبارتياح، ولاده لهذا الاستاذ كمان بدهم يعيشوا، عائلته كمان بدهم يعيشوا بصحه مش بس انا. اليوم الانجازات اللي حققتها الثوره اليوم اقل شيء ممكن مش حولوا من الاشتراكات التليفونات من الدولار للليره، اليوم هيدي الاشتراكات هو واولاده استفادوا منها مش انا. هيدا الزعلان انا الطرف الثاني اللي عم بيفكرنا واقفين ضدهم، نحن مش واقفين ضدهم. انا ماني صدق ماني واقف ضد الطائفيه، هذا البلد رح يضل في طائفيه، في 18 طائفه ورح يضل في طائفيه. ماني واقف ضد رجال الدين وماني واقف ضد السلطه، انا واقف ضد الفساد، ضد الفاسدين بهيدي الدولة، ضد الفاسدين برجال الدين. أنا واقف ضدهم، مش واقف ضد سلطة معينة. أنا اليوم بدي سمعك شيء مع ليدا، يعني هلأ وصلوا لي لأنه عشرات القصص عم تصلي على، ما بعرف إذا بتسمح لي. أكيد عشرات القصص والملفات صارت عم تصلي. مديرة مدرسة بعبرة مع ليه هيدي يمكن صار كلنا معنا، رجعت وضحتها، رجعت وضحتها هيدي اعتذرت، هيدي طريقة بتحكي فيها، هيدي بدها تعلم جيل، هيدي هيدي في عندها حصة اسمها التربية المدنية بمدرستها، هيدي بدها تخرج جيل تقول لهم صوروا على الحرية وانتفضوا وكونوا ناجحين وارفعوا اسم لبنان بالعالي، كيف بدها تخرج جيل مقموع؟ هي لأنه عندها ميول سياسية بدك تحب الجنرال أكثر من بنته؟ رح تحب الجنرال أكثر من بنته؟ ما رح تحب الجنرال أكثر من بنته. شفنا اليوم تصريح على مدام كلودين، ما فيك ما توقف مع الحق، نحن أبناء النور، نحن أبناء الرجاء، مسيحنا إجا وبزقوا عليه ما خاف، قالوا أنا جاي كرمال الحق. نحن عم نطالب بالحق، عم نطالب بالحرية، عم نطالب بالعدالة. شو عم نطالب؟ عم طالب أنا أتكون عيش ببحبوحة. كلام عم تقوله اليوم، كلام اللي قلته بالساحات، عم تنتفض وعم بتصرخ وعم بتفش خلق، عم بفش خلق لأنه عم بيسبوني كأنه أنا عندي بس عم بتكون قاعد لوحدك بصراحة. ديب كيت بهال لا كم يوم أنا ما الماضي. أنا ما أنا انتبه ودي خفت ودي انكسر أبدا. أنا عم أقول لك الحمد لله في قوة مش طبيعية، وأنا بدي خبرك هيدي القوة مستمدة. أنا عارف أنه هيدي الثورة رايحة لأمل كتير كبير، لأنه بدي أقول لك شيء، أنا شخص الكل اللي حوالي بيعرف قدي أنا مؤمن وملتزم بكنيستي، أنا بعرف أقرأ علامات ربنا على الأرض دايما، إذا بتطلع بتاريخ ربنا وتعامله مع البشر بيعطيك علامات. انت كشخص مسيحي اما غير مسيحي اما مسلم بدك تعرف تقرا علامات ربنا. بدي خبرك شيء، انه قبل بجمعتين بجمعه من الثوره صار في حرائق بلبنان، نعم، وكلنا خفنا وكلنا قلبنا كان موجوع على هالموضوع اللي عم بصير. بلحظه من اللحظات بقدره قادر، ما بتتذكروا كيف ربنا شتت علينا الدنيا لنص ساعه ساعتين ورجعت راحت المطر؟
ليقلنا للبنانية، فيني يضحكوا علي العالم هلأ، بس أنا هيك بآمن، ليقول للبنانية أنا بقلب، أنتوا بقلبي، وبلحظة اللي رح تكونوا أنتوا بقمة الخطر أنا رح فوت واتدخل ورح كون لجانبكم. هيدي علامة من علامات ربنا لازم نعرف نقراها نحن اللبنانية. نحن اليوم واقفين ببوز المدفع، نحن اليوم واقفين وجه سلطة مشرشة 30 سنة بالفساد، محشش مليارات ومش قابلة تزيح عن الكرسي، وما رح تزيح عن الكرسي، ورح تعمل دم لتزيح عن الكرسي، ونحن عارفين بهذا الموضوع، كل الرأس والفقش والشايفينه، نحن عارفين هيدي الثورة رح تتكلل بالدم. بس هيدا الصليب يلي واقفين عليه عارفين انه بلحظة من اللحظات وبقدرة قادر ربنا رح يتدخل ليخلص هيدا البلد يلي هو مزروع بقلبه. هيدا الدم يمكن يكون دم وسام حنا. ليك ما حدا بياخد الروح إلا خلقها، وأنا إذا كل حدا بده يقول لي لف بدي لف، بقضي حياتي عم بلف. أهلك ما يقولوا لك شو بدك بشر يا وسام، وقعد بالبيت أنا وما بقى تنزل على القطارات، بدي خبرك شيء وما تطلع الليلة، بدي خبرك شيء. أنا ما بحياتي، أنا معروف الأهل القرار الوالد والوالدة، أنا بزماناتي بحب التمثيل كنت رحت عملت حقوق لانه بي قال لي بدك تروح تعمل حقوق، رجعت رحت عملت حقوق لانه الوالد طلب مني. ما بتذكر بحياتي عشت شيء ضد قرار اهلي، شو ما بيطلبوا اهلي هالقد عندي رايون، عشت الولد المطيع لاهله، رايون المقدس على راسي الا بهيدي الشغله. لا بي ولا امي عم بيقدروا يقنعوني وعم بيتحججوا، ساعه بتقول لي امي اخذوني على المستشفى، ساعه عصابي تعبانه، ساعه عم باخذ دواء وما عم بقدر كن. شو السبب؟ ما بعرف، مثل كل هاللبنانيه، مثل كل هالشباب. ولحظة ربنا اللي بده ياخذ امانته. شو بتقول لأمك؟ من عم تحضرك الوالدة عم تحضرك؟ نحن احلى من راحوا خيرة شبابنا، راح نكون احلى من جبران تويني، احلى عالم خطفوا لنا وكلنا رايحين. شو بتقول للوالدة اذا هلا عم تحضرك؟ بدي اقول لها انه الحياة موقف، وما تعلمينا نكون جبنة، وانا اليوم اذا عم دافع هي كانت انه نحن انا سند العائلة، تعتبرني انا سند العائله وما بدها تخسرني، انا عم بعمل هالشيء كرمال العائله، لانه ما فيني انا ضل حارب لحالي كرمال هيدي العائله. هيدي العائله لما تعيش ببلد مرتاح وبدون محسوبيات، اخواتي وعائلتي كلها هن بيكونوا موظفين وعم بيتوظفوا وعم بيشتغلوا بدون ما اكون انا واقف حدهم او ضروري يكون واقف حدهم. لو عايش ببلد عنده كرامه. اليوم حطيت على تويتر انه عندنا مات، بدي خبرك شيء عم بقطشك. مات عندنا شاب وقت الثوره، قبل الثوره بجمعه، بسام اسكندر، لقوه مقتول بعد 5 ايام من مقتله. نعم، بالجنوب. بالجنوب بعد 5 ايام لقوه مقتول. وين الكاميرات؟ وين الدوله؟ لانه ما حدا وقف طالب فيه. منطقه طويله عريضه من صيدا لجزين ما حدا وقف طالب فيه، لانه ما حدا وقف طالب فيه. بقي 5 ايام لطلعت ريحته للزلمه، مش عيب؟ انا كنت اكثر حدا ضد تسكير الطرقات، اكثر حدا بكره حدا يسكر الطرقات. انا اول واحد بتذكر كنت بدبي واقف عم برقص على الطريق، وبتذكر هيدي ما بنساها، وشباب دبي معلي بدي اقولها خليهم يتذكروا، قعدوا يلموا من بعضهم 1000 1000 1000 1000 ليره ليجيبوا بنزين ليولعوا دواليب. شلت من جيبتي 10000، حسيت حالي انا عم بمول الثوره. قلت له روح هاي 10000، روح جيب بنزين. انا عم بعطي لحدا بنزين ليولع دواليب؟ قد من حرق كمان قلبي. طلع عليك اشاعات انه عم تتلقى اموال، عم بنقول لك اللي انحكى هلا. كل هالحرقه اللي عم بحكيك اياها بتقول لي عم بتلقى اموال؟ عم بقول لك شو انحكى عنك ويمكن سمعتها. لو عم بتلقى اموال كنت وافقت روح على الاتصالات اللي اجتني لاتلقى اموال، مثل ما صار مع غيري. اف اف مين غيرك؟ مثل ما صار مع غيري، كل الناس موجودة، كل الناس اللي تغيرت آراءها بين ليلة والتانية، وانعملت فيديوهات بين ليلة والتانية، وتغيير آراءها بين ليلة والتانية، شو تلاقي؟ نزل الوحي؟ نزل الدولار؟ قبل السحسوح وبعد السحسوحين؟ لا، هي قبل الدولار وبعد الدولار. ولما طلعت المدام عم تحكي إنه نحن عم نتمول، لأنه ما بتجيك هيك فكرة، مين بتجي هيك فكرة؟ جاك عروض؟ جاك عروض؟ بتجيك، ما بسمح لهم، بيعرفوني أنا أهبل. منين بتجيهم فكرة التمويل؟ لانه هي معشعشة عندهم هيدي القصه، لانه هن بلشوا فيها، اعطوهم المصاري ليسكتوا، اعطوهم المصاري ليسكتوا. نحن ما كنا بوارد قصه المصاري، مش موجوده، ما كانت قصص عفويه عم تنزل على الطريق، صارت تطلع قصه المصاري طق 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 طق. بعد قصه المصاري ما نجحت، سكس جنس، بلشوا يحكوا بالجنس، ما في شيء بدنا بلبنان،
بدي اعتذر على الهواء، ما في شيء يحكوا عن الواحد. البنت شرموطه سبلوطي هوهن، بدي اعتذر على الهواء هوهن، ما لقينا شيء شباب نضاف هو الكلمتين. يلا تعالوا ننزل فيهم، ندبوا فرحات تبهدلنا، صرنا عم ننزل على الثوره كرمال نعمل قانون المثليين. ليك وين صرنا؟ وإذا بدنا نعمل قانون المثليين أنت ناطرين الثورة اللي بدهم يعملوا قانون المثليين؟ ما عندهم جمعياتهم وعندهم أخبارهم وعندهم تحركاتهم، ناطرينك لقلك لنعمل ثورة ليعملوا قانون المثليين؟ شو هالحكي؟ حديثنا بيضل من الزنار وبالنازل؟ ارتقوا! نحن شعب مثقف. اتهامات استهدفوك فيها كمان. يا خيي أكيد شو بدهم يقولوا عني يعني؟ شو بدهم يقولوا بشع؟ تلاقوا صورتين ثلاثة مصورهم لابس مايو إنه خلصت الدنيا لابس مايو. هلا بشلح لك على الهواء. طيب عراي الست نضال احمديه ما بوجه لها تحيه مره قالت لي ولك انت رجال اذا انزحمت بتقشط وبتفنتر على الطريق. شو عم بيحاولوا يخوفوني انه واقف لابس مايو؟ كان عمري 20 سنه عم بعرض ازياء لابس مايو، تفضلوا شوفوا هيدا ويسامحنا. عيب، ارتقوا، عم نحرر بلاد، هاي البلاد اذا تحررت انت بتتحرر وانا بتحرر. ابنك وعائلتك بيعيشوا فيها بسلام وانا وكل الناس بنعيش فيها بسلام لولد الولد. ارتقوا بافكاركم. انا ماني متظاهر ضد حدا، انا متظاهر ضد الفساد، وهيدي الطبقه السياسيه بدها ترجع اهلا وسهلا، مش فرقانه معها. بس انا بدي اتوجه لرئيس الحكومه سعد الحريري واقول له شغله وحده. انت برافو عليك شاطر، رجعت كسبت الشارع السني لانك زلمي شاطر، نحن كلنا بنحبك ونحن وقفنا حدك بكثير من المحلات وخاصة بالقصص اللي صارت معك بالسعودية. بس اليوم قبل ما ترجع رئيس حكومة وقبل ما ترجع تكسب جمهورك، في عندك شغلة وحدة بدك تعملها، انك تروح تدفع تعويضات تلفزيون مستقبل كله سوا. لانه شخص ما بيقدر يدير تلفزيون ما بيقدر يدير بلد. اليوم قبل انا معي يرجع يكون رئيس حكومة، لانه الشارع السني بده اياه فليكن. بس قبل والشارع المسيحي بده رئيس مش العون، انا عم بقول لك الشارع الشيعي بده رئيس. يا اخي يجي اللي بدهم يجي، بس مهم ما يخففوا بلا فساد. وانا بعرف انه الرئيس الحريري هو شخص منه فاسد، بالعكس كان معه مصاري وبطل معه مصاري، مش بطل معه مصاري يعني خفت، مش مثل غيره زادت ملياراته. كلنا بنعرف انه زلمه الى حد ما نضيف. هون بلشت وسام، بس انا اليوم قبل بطلت بيع كلهم يعني كلهم، انا كلهم يعني كلهم، بس انا عارف انا بدي اكون واقع نضل الاحلام. انا عارف هلا بالوقت الحالي راجعين ما عم يتفاوضوا، بس كثير من زملائك عم يتهموك انه عم تحلم انه رحت لبعيد. اكيد بدي احلم، اذا انا ما عندي حلم لشو نازل على الارض؟ اذا انا ماني بحلم انه بعد 10 سنين، ما عم بقول لك بكره، انا اليوم اذا بعد 10 سنين ما بحلم ببلد دوله مدنيه، دولة منا طائفية، بعد 10 سنين دولة بتعطي الجنسية للمرأة اللي عندها، أكيد شو نازل أعمل بالطريق؟ بس أنا بدي أقول له أطلب منه هيدا الطلب، لأنه بكرة هلا عم يبعثوا لي كمان على الجروبات الثانية إنه بكرة نازلين مثل الشحادين يعتصموا كرمال معاشاتهم. أنا بدي منه مصاري، ما بدي مصرياتي. أنا بدي منه مصاري، ولا مرة طلبت مصرياتي، وهو بيعرف محبتي ومعزتي أنا لعمته الست بهية. بس عيب اليوم انك انت بدك ترجع الى الحكم ويكون في هذا الملف بالذات ناس عم تطالب بدها حقها. موظفي تلفزيون المستقبل اليوم مفروض ينعطاهم حقهم. كتبت اليوم على تويتر انه حسابات افراد من عائلتك خرقت على وسائل التواصل الاجتماعي. مش معقول انه خيي يفوت ينكتب عليه شيء، بعدين يفوت خيي يصلح، بعدين يرجع يفوت ويمحوا له لخيي، بالاخر اضطر خيي يمحي البروفايل ليفوت يعني يشوف اللوكيشن وين، تطلع اللوكيشن بعبده. شو عم بيصير؟ عم يعني عم بس تقول بعبدة عم تتهم جهة كان. لا عم بتتهم خيي فيها تطلع عم شيت طلعت بعبدة شو بعمل؟ ها؟ راح فرجيك، رجع فرجيها مرة ثانية، بعت لي إياها خيي بعت لي إياها. ما فهمت، فيها بعبدة فيها تكون حدث يعني، فيها بعبدة تكون حزمية، ما بعرف. بس إنه شو عم بيصير؟ طب هل قد الحرب عليك؟ طب بلش عم يستهل خيي مش حرب علي افراد من عائلتك؟ هل قد وسام حنا يعني ما بعرف يعني في ناس اهم منك؟ ما هي قالت صراحه قالوا لي اياها اول يوم عم بيزعجون، ليش بده هالقد يركزوا عليك؟ ما بعرف، قالت لي انت من وراك رح يصير في دم، قلت لها من وراي مين انا؟ تشرشل ليصير من وراي في دم؟ شقفه ممثل نازع على الطريق مثل كل العالم عم بينادي بحقوقه. طب بس هيدا المشهد رح يخلص بعد جمعة جمعتين شهر، ايه؟ رح ترجع الحياة الطبيعية بلبنان. شو رح يصير فيك؟ شو بده يصير فيي؟ خسرت نص الناس،
على القليله. ايه وربحت حالي وشو خسرت كل الناس؟ عم برجع بقول لك اذا انا ماني مآمن بكره في شركات انتاج ممكن ما بقى تتعامل معك. في تلفزيونات ما رح تتعامل معك. بدي اشوف اذا انا بتعامل معها قبل. في تلفزيونات اليوم مثلا تلفزيون عظيمه تابعه للسلطه يعني بهنية اذا عندها اعلاميين وعم بتخرج هيك اعلاميين يعني طالعين حاطين صوري مع جعجع وعم بيسبوني لك هذا البلا اخلاق. عن مين عم تحكي؟ تخيل اعلامي اعلاميه على الهواء قاعدين ثمانية عم بيجقوا بلقوا الصبح ليقولوا عني انا بلا اخلاق، اذا انا زلمه بلا اخلاق انت يعني ما بقى بتعتبر. بدي خبرك شيء بدي خبرك خلينا تما اي حدا يفهم يا اخي الاو تي في مليون كل الناس عم تبعت لي عم يسبوك ويقولوا عنك بلا اخلاق، عشو عم تقولي عني بلا اخلاق؟ اذا انت اعلاميه اتهموك انه مؤيد للقوات اللبنانيه يا اخي مؤيد صورك مع اشايفه مره بحياتي لجعجع هي بس انا اكل شارب نايم عند بهي الحريري بين ما قالوليش انه انا حريري مبين منضل عند بعضنا كل السياسيين اصحابنا يعني شو هل شو بس خلص لانه انا حكيت بنهارتها وانا بدي خبرك شيء انا ما حكيت عن جبران باسيل لانه براسي جبران باسيل لا لانه انا لما وعينا الصبح وشفنا المظاهره اللي صايره ببعبده صرت خبط على راسي صرت اقول يا عمي هاي السلطه شو عم تعمل ضلينا 24 ساعة منقول للشباب ما بقى في تسكير طرقات بدنا نعطي حسن مبادرة لخطاب الرئيس بدنا نعطي مجال للرئيس بدنا وبدنا وبدنا طلعوا عملوا لي مظاهرة رجعت الناس انسان بدنا عن أول وجديد طلع يخطب خطابات رجع نزل العالم على الطرقات أنا نزلت العالم على الطرقات أنا سكرت الطرقات الخطاب اللي عملته هو اللي سكر الطرقات ليش حكيت أنا عن ما عندي شيء ضده لجبران باسيل بس أنا يومتها لأنه هو بسببه شفنا الملايين على الطرقات رجعنا شفنا الطرقات تسكري ما نحن بدنا اقتصادنا يرتاح بدنا البنوك تنفتح نحن منا زعران عم نقنع هالشباب يا شباب روقوا نحن ما نخرب البلد نحن جايين نعمر بدل ما هن يقعدوا ويشوفوا كيف يعملوا استشارات نيابيه عم ينظموا مظاهره طب كيف بدك تامن يا خيي بهيدي السلطه عم بيعملوا مظاهره كانوا كرمال هيك حقهم قلت يعملوا مظاهرة بس شو؟ هي عنده رأي بده يعبر عنه يا حقه يعمل خمس مظاهرات بس قبل ما لا قبل ما تعمل مظاهرة عندك واجبات أنت بالسلطة أنت بموقع مسؤولية أنت لما تكون بموقع في ناس عم تيجي تأيده وحقه هول إجوا قالوا لبنان وما لبنان هول جايين يأيدوه هول هن بعتوا وراهم هن بعتوا وراهم بحشد كبير تعوا لندعم الجنرال أوعى من هيك صدقني صدقني زلمي بقدرته وبحكمته وهالعائله اللي حواليه مش عم بحكي لاحكي نحن بنعرف انه الزلمي اوعى من هيك هيدي المظاهره كان مش ضروري تكون موجود ما رجعت لك شو عملت رجعت سكرت طلقات وعلقنا مع العالم رجعنا علقنا من اول وجديد ما كنا عم نهين الامور نلينها ونعطي مجال وحسن نيه وسام رح نريحك شوي يعني اسم الله عليك يعني وين كنت مخبيهم هو كلهم؟ مش مخبيهم انا رح نريحك شوي ورح نتوقف على صراحه اعلانيه ونتابع من بعد هذا الحوار مع وسام حنا.